السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي البندر، موجودين في مجلس المسلماني. حلقة اليوم إن شاء الله أنها تعجبكم وتعجب الحاضرين إن شاء الله. حلقة اليوم راح تكون مميزة بفضل الله إن شاء الله. ضيوفي على يساري أخوي عمر سلطان الكواري، الله يمسيك بالخير يا أبو صقر. يا مرحبا يا مسهل، يا يعني إيش أقول لك يا أبو مبارك، ما أقدر أتكلم معاك يعني عزيز وغالي يا أبو مبارك. أنا أشرح عليك لأن صار لك 3 شهور ما شفتك، والحين الحمد لله أني شفتك، وأهم شيء أنت بخير. الحمد لله، يمعتي ويرسيتي وياك هذه والخير والبركة. عندي سؤال وايد، خليك جاهز إن شاء الله. إن شاء الله جاهز. وعلى يميني أخوي الصغير عزام سبيعي، الله يمسيك بالخير يا عزام. مرحبا مبارك، شلونك؟ والله بخير ابي، ما سمعك. بخير الحمد لله. طيب الحمد لله رب. جاهز؟ جاهز اي نعم. انا قالوا لي ان عندك مفاجاه ونبي نشوف المفاجاه اليوم ان شاء الله. مالكم ان شاء الله، اللي يسركم ان شاء الله. بيض الله وجهك. اخوك واخوي على يمينك عبد العزيز سبيعي، الله يمسيك بالخير. مسيك بالنور وسرور ان شاء الله. عبد العزيز شلونك؟ بخير الحمد لله. من اكبر انت ولا عزام؟ تمام. هو انت تعب تقول والله يا ابو مبارك يعني. انا اضيع فيهم ساعات ايش وياهم. الله يحفظكم. الله يحفظهم ان شاء الله. بس اللي انا اعرف ان عبد العزيز اكبر بشوي، صح؟ بشوي يعني دقائق، ترى مو بوايد، دقائق بشوي. الله يحفظكم ان شاء الله. شلونك يا عبد العزيز؟ بخير ربي يسلمك. جاهز؟ الحمد لله. اكيد احنا حلقه اليوم ان شاء الله راح تكون عن الحرف التقليديه وعن الشغلات التقليديه، والشغلات هذه كل هالقطر يحبونها وكلنا نحبها، وكل واحد ما هب من هالقطر، حتى هالخليج اللي يبحرون ويغوصون ويدشون البحر يحبون هذه الأدوات ويعرفونها، وراح نتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل مع أخواننا عزام وعبد العزيز. لكن المفاجأة اللي أنا صار لي من 2013 وأحب أطلع هذه المفاجأة، خليت إن شاء الله لين مثل ما يقولون لين أتمكن. مفاجأة اليوم أخوي عمر بن سلطان الكواري بصقر، الله يمسيك بالخير. يا مرحبا ويا مسهلا. كل مرة طبعاً تجيني هني وانت راعي المكان طبعاً، نهام وتنهم، لكن من 2013 لين اليوم الحمد لله سنحت لي الفرصة، والله جعلنا وياك من الحيين ومشاهدينا. الحين أبغي أدش وياك وأتكلم وياك وأبي أعرف أخوي بصقر، من متى بديت حياتك في النهمة وفي المواويل هذه، ومن اللي حببك فيها؟ يعني بعرف بدايتك من متى. قبل لا أتكلم أقول الحمد لله، الله سبحانه وتعالى جمعني معاك، يعني مثل ما نقول اثنين هالبحر، وبرنامج بحر وسوالف بحر وسوالف الأول، فهذه أكبر فرصة أن معاك في البرنامج نتكلم عن الماضي، وما زلنا متواصلين عن الماضي. لذلك يعني أنا لما أتكلم عن الماضي أقول أخوي بن مبارك جزاه الله خير، هو من يعني شجعني وجزاه الله خير ومكنني في الاستمرارية في هذا المجال. تستاهل. من أي عمر بديت؟ بديت والله وأنا صغير، يعني في الطفولة، في 6 سنين تقريبا. 6 سنين 7 سنين أي في العمر. في ذي العمر كنت أسمع بس ما أفهم، جرني الصوت. يا سلام. لما النهام يصوت ما أعرف شنو النهام ولا أعرف النهام، بس أنا أسمع صوت يعني تسمع المواويل، اسمع ايش يقول والنهمات، ايش يقول ما اعرف ايش يقول، لكن ما تعرف ايش يقول، جرني الصوت، جرني اللحن، حبيت الصوت، حبيت الصوت سبحان الله. قمت اسمع 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 لين بديت احفظ، يحطون في الريد الاول الاغاني الشعبيه هذه ويحطون الفن، ما حتى ما كنت اعرف فنون البحريه الفجري اي ما كنت اعرف انه فن فجري، لا تعرف احنا نصغر يا هال ما نفهم، لكن الارض هذه فن البحر، واسمع اسمع اسمع لين تمكنت احفظ على السيكل. اوه يا مال وانت على السيكل في الفريج
كابتن في الفريق وتصارخ. والله ما اتذكر يعني، حتى كانوا يدعون علي لان الظهاري في القوال الناس تبي تهيئ تنام وانا بالسيكل اصوت يا ليواد يا مال. ما شاء الله. زين ابو صقر في العمر دي من يعني الله يعطيك طولة العمر من 6 سنين وسبع سنين قول الين شاركت في دشيت البحر، شاركت مهرجانات، في بطولات، في رحلات الغوص، ولا دشيت يعني على الاقل مع الوالد الله يغفر له رحلات بحر شيء؟ لا مع الوالد ادش يعني كحدرق، ومع الربع كتعرف رحلات وكشتات في البحر ندش ذي، لكن في البحر مع الوالد الله يرحمه ويغفر له ما كنت انهم، كله ان الخوف ان مثلا الوالد ما يشجع ولا ما يرضى ولا شيء انه كدش مجال فن، فما كنت انهم. يعني اذا بغيت اقول بصقر وين تعلم، من وين تعلمت النهمه، وين تعلمت المواويل؟ مثل ما قلت لك في البيت. على السيف على ولا من خلال استماعك مثل ما تقول؟ هذا الاستماع الاساس، لكن اللي شجعك دخولك البحر، يمعتك يرستك على السيف فننقع في هالبحور في هالشواعي في تخبر نسوي الشباب اللنجات الصغيره هذه ونهتها في البحر الاول اللي يذوع هذه نسويهم وتشجيع الشباب. الشباب اكيد وعقبها اللي شج... الباور لك انت خليك الاستمراريه، الشباب يشجعونك. بدايتك وانت يعني ما بقول وانت محترف، لا، من علمك ومن جالست، من اللي جالست وياهم جلست وياهم، من اللي علمك على النهمات؟ اول ما بديت احفظ واتعلم حفظ طبعا من الاشرطه. كم عمرك كان؟ يعني من نقول من 12 لانت طالع تمكنت 13 12. اي نعم. جزاك الله. كنت اسمع شريط يحطونه في الاذاعه حق سالم العلان وبطبنيه. اوه. وقمت احافظ، لكن يلست حق فن وقنا مع راشد الماس الله يرحمه. راشد الصليطي. راشد الشكر سموه راشد الشكر من حالات صوته. يا سلام. يعني يطلقوا عليه الشكر. الله يرحمه. الله يرحمه. ومع خلف بن صالح الله يرحمه المناعي، مع حمد المحري، مع سليمان السودان، شاركت في مع فرق يعني نقول في البحرين مع فرقة قلالي، أبو علو الله يرحمه كان يعلمني النهمة ويشجعني إذا نهمت، في الكويت مع فرقة حمد بن حسين، فرقة معيوف احتكيت وياهم، يلست مع قحطان الله يرحمه من السعودية المنطقة الشرقية من الدمام الله يرحمه بعد، وسجلت معاه. يعني ما شاء الله عليك. صار عندك احتكاك. وبديت يعني شاركت في البداية في الفرق مع اللؤلؤة. وش اللي حبك في هالفن؟ يا أخي فن عجيب، فن قريب. شو تحس؟ تحس فيه؟ والله العظيم إذا يعني إذا أنت تقول بالموال إن حتى شعر ينبك يكر، يوقف شعر اليمب، والله تحس بشيء من الداخل يعني يجرك ما تقدر توقف. وهذا الشيء انا اقول لك مو كل واحد يقدر يصير نهام، لان شيء هذه موهبه وولع. اذا جاتك هذه الموهبه، اذا تولعت بالشيء وجاتك هذه الموهبه خلاص ما تقدر توقف. لكن اي شخص يقول لك انا بصير نهام، اذا هو من الداخل ما عنده هذه الموهبه هذه ما لا يمكن يصير. ممكن يصور لكن من دون فايدة. يعني لازم تكون محبة سبحان الله من القلب. اي والله. عزام يا مرحبا. يطلع عليك في اليوم الوطني في درب الساعي. اي نعم. كنا جالسين انا وياك، ايش قلت لي؟ ما قلت لي تبي تنهم؟ بعلمك. صحيح. يقول بعلمك. لا انا بصقر عيز عني. يعلمني تعلمني. والله اتمنى يعلمني والله. اقول لك تدري ايش قلت له؟ قلت اول شيء شي سويت؟ قلت اللي يقول لي بس وقف. يقول لي وقف. يقول لي قلت له جزاك الله خير. يقول لي انت جالس تضحك. عبد العزيز عزام ايش رايك؟ ما اقول لك ايش رايك في بصقر، ايش رايك في النهمه، ايش رايك في بصقر في الفنون البحريه؟ تحب هاي؟ انا والله احب الاشياء الفنون البحريه يعني، وجلستم بس يعني الصوت شيء ما يساعد. صوت ما يساعد. صوتي والله ما يساعد. بعد ما يصير يعني ما شاء الله عليك. حاولت طلع لكن ما قدرت. حرفي وراعي راعي صنعه. ترى بعد تبي تاخذ الصوت بتقطع الرزق. لا ببارك. ترى شوف الولع حتى لو كان الصوت ما هو بزين، اذا في ولع
خلاص يعني في نهامين والله تسمع صوتهم صوت منطبق عنده، لكن في عنده ولع، عنده جاعده، عنده الاساس عبد العزيز، حتى صوته مو بزين لكن يقول والله في في ترى تشوف الحين احنا عندنا اكاديميه، لا هو عندنا مدرسه ترى اذا عندك استعداد احنا حاضرين، خلي ابو صقر يعطيك حصتين ثلاث بس انت تحب النهمه شي اكيد اصلا مزود شغلي لازم اسمع حس ابو صقر بعد أكيد. لا شوف سبحان تشتري الله تشتري سيديات؟ عندي سيديات ما يحتاج يا مبارك فيه اسطوانه عند ابو صقر اذا تبغي اسطوانه مبارك ترى اللي تشوف سبحان الله الحرفي ما يعرف يسكت، هو يشتغل لازم مثل ما يقولون يدندن ولا يقول لك ولا يقول شيء احساس على البحر، يعني مكمل يمكن قاعدين في المزروعه كان عندنا معرض محط اسمه ذي سماعات وحط اسمه ذي النهمه ابو صقر كان ينهب ومع ابو صبار ومع ابو طبانيه ما لا قحطان قحطان الله قحطان كان ينهمون تسجيل على اليوتيوب موجود ومشغلين الصوت وما شاء الله العالم مستانس وتجي تطالع وتسال وانت وانا قاعد اشتغل يعطيني حماس ما جربت صوت نهمت ما جربت شيء والله خاف الناس تشرد خاف الناس تروح عني خاف الناس يشردوني لا ان شاء الله تقبلك ان شاء الله لا احنا نقول لك ترى تشجع شوي انا والله حاولت مبارك بس حاولت لكن ما في فايده ما في فايده صراحه زين ما لقيت حد يشجعك يمكن بيشجعك بصقر انا والله بصقر كل سنه يعني اسمي نتلاقى معاه في درب الساعي اقعد لما احاول اني اصيد الهيمه اي بس يعني نبره صدر اطلعها ما يعني ما اقدر صراحه يعني ما حد ساعدك ما حد شجعك لكن خلينا نشوف بصقر من اللي يساعدك من اللي شجعك من اللي وقف وياك والله كثير شجعوني وايد يعني شجعوني ناس وايد شجعوني خاصة لما بديت يعني عرفوا اني انا كنهام شجعوني فحتى في البداية اقول لك بدايتي انا كنت مع فرقة الأولى ومن بعد فرقة الأولى كنا عاد شنو كنا في فرقة الأولى والله يا ابو مبارك يعني من كثر احنا ولعنا بالفن وخصة هالفن اللي في جري ان كل واحد يتمع كل واحد يجيب صحن غداء من البيت ويتمع في الدار ونغني شوف من الولع ما نروح بيوتنا نتغدى في الدار يبقى هناك كل واحد صحنه في يده يبغى اللي المنشوب له ونحط غدانا ونتغدى ونسمت على على هالطبور ونحمي الطيران وحالنا وحوالينا ونغني ونقول يضيع الوقت ولا ندري عنه من الولع والله عقب الفرقه القوميه الفرقه القوميه الفنون الشعبيه ثقافه زين احنا خلنا من عند العلا طبعا من بديت في الصقر في نهمة أنت حبيتها وكانت هي البداية أول موال أبي أسمعها منك الحين هذه هو أول ما يعني لليوم أنا ترى صوت به وأقول لأن هذه الموال أول موال تعلمته وحفظته من بعد ال 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 شمعنى يعني شمعنى حبيت هالنهمة دي أو هالموال دي لأنه هو يمكن مثل ما تقول أول ما شقلت كان أول ما عقب ما نقول سر نجاحك وسر نجاحي وبديت أول ما سمعته قمت أسجل يمكن بيت أو بيتين ونحفظ ونحفظ في ذاكرتك للأبد تم خلاص يعني اليوم تسجل في الأوراق الأول ما تسجل في الأوراق ركز يا عبد العزيز وعزام أبشر على هالنهمة دي سمعني إياها خلنا خلهم هيا مر ليش هي طبعك ما يجيب الراح خليت ولفك هي يصفق راحتين براح انظر لي من غدر هو انظر لي من راح انهش جفوفي وبات الليل ماني عدل يلي كم البان هو يلي كم البان يطوله ما يضمه عدل شي يضر الي صار الي صار طبعك او مثل طولك عدل لزاني طبعك
وطول طاب شرب الراح. طبعا هذه يا ابو مبارك اول موال حفظته اجرح فيه وانهم فيه وحدي فيه. طبعا الجرح يختلف عن الحديان في مسميات ما تلام اللي قلت لي محفوره في قلبي. انا من اسمع انهم ذي تخني من العبره وحبيت انت وانا حبيت اسمعها منك. ويا ابو مبارك اذا ما خانتني الذاكره اول ما شاركت معاك في برنامج سوق واقف اللي هو في 2013 نعم ويمكن اول حلقه اذا ما خاب ظني اذا ما يعني ما اقول ثاني حلقه يمكن اول حلقه لو رجعنا للشريط ما عندي طبعا اعتقد هو اول موال قلته بعد اول موال قلته في مشاركتك ومن ذاك اليوم انا حبيتك وما هديتك. الله يطول عمرك وبارك ذلك يا ابو مبارك والله يعني جد انا اقول يعني معاك الشغل ايش اللي يشجع الواحد في العمل لما يحصل واحد يجره في هذه عنده خلفيه وعنده فكر وعنده علم عن هذا البحر وعن فن البحر وعن شغلات البحر وعن دشات البحر فيجر. فانت جزاك الله خير يعني انا اقول لخذاي الاخو ما له فضل على الله اخوه الله يطول لي عمرك ولا يشكرنا سوالف وياك ما تنمل ولا قصور في مشاهدينا وفي العزام واخوه. فاصل شوي نشرب ماي ونرجع ان شاء الله. مشاهدينا فاصل ونرجع نواصل. حياكم الله مشاهدينا رجعنا لكم وسوالف البحر ما تنمل. هذه سوالفنا هذه قعداتنا هذه السوالف والنهمات اخذناها ويا ابو صقر عرفنا من اللي علمك وتعلمت من ومتى بديت وهذه المواويل والنهمات واحب النهمات لقلبك وخاصه انها شفوفي وبات الليل ماني عدل اقول لك لكن ان شاء الله بتبات الليل وانت عدل وانت مرتاح ان شاء الله. الله يعطينا اياك بالصحه والعافيه ان شاء الله. بغيت اسالك لك مشاركات خارجيه؟ شوف غير قطر خارج قطر. قبل اقول لك مشاركات الصراحه مشاركات كثيره مع المسرح ومع الفرقه فنون الشعبيه في يعني يمكن نقول كثير من دول العالم العربيه والاسيويه والاوروبيه شاركنا كثير. لكن الاساس يعني جزاه الله خير الكاتب والمخرج اخوي حمد الرماحي هو مثل ما تقول اول من وصلني على خشبه المسرح. يستاهل استاذ حمد والله. الرماحي فمن الله من ذاك اليوم انا بديت يعني مثل ما تقول اطلع على خشبه المسرح اطلع على حتى على الشاشه للجمهور. فبديت اول مسرحيه كانت مسرحيه يا ليل يا ليل مسرحيه بودريان اي عقبها مسرحيه يا ليل يا ليل مع استاذي الكبير الكاتب والمخرج عبد الرحمن المناعي مسرحيه يا ليل يا ليل تقريبا نقول الاستاذ حمد حمد رميحي حمد رميحي هو اول من وصلني على خشبه المسرح. عبد الرحمن وعبد الرحمن المناعي اشتغلت معاه مسرحيه يا ليل يا ليل طبعا تعتبر هي ثاني مسرحيه من بعد بودريان. السوالف وياك حلوه وما تنمل لا خلا ولا عدم. الله يطول وارجع لك شوي بس ريح ان شاء الله واحنا ننتقل نشوف هذه العزيزه على قلبك وقلبي يستاهلون ربعنا والله عزام الله يمسيك بالخير. الشغلات اللي تسويها اي نعم حد يقدر يدش الغوص بدون الشغل اللي انت تسويه الحرفه لا. هذه اللي تسويها لازم في عده حقه الغيص نفسه اللي هي الديين الفطام الحير هاي من ادوات الغيص الاساسيه الديين والفطام والحير هذه لازم هذه اهم شيء اهم شيء حق الغيص اللي يسويه اخوي عزام وعبد العزيز وشو الحمد لله رب العالمين فضل الله سبحانه عندي اكثر من مهره اعرف اسوي اكثر من مهره ما شاء الله يعني عندك الديين اسوي الديين اكثر من حرفه حلو اسوي الديين اوشر المحامل الصغار وشرط يعني مو بذاك يعني يقول صرت ماهر يعني
تهدر شوي يعني تاخذ لي شوي الدنيا بعيد وارجع مره ثانيه او شر مره ثانيه حلو وعاوز اسوي القراقير العسق يا سلام واسوي الحبال قرقور العسق مشاهدينا هو اللي موجود في الاستوديو هذا اللي عندنا طبعا هذه اخونا عزام يشتغل عليه ويسويه هو مع عبد العزيز ما شاء الله عليهم بيحطونه لكم ان شاء الله بتشوفونه على الشاشه موجود عندنا واحنا عندنا كم واحد ما شاء الله معليه مسامحه غير القرقور غير الدين واسوي بعد القبعه هي القراص القيس او انه حق غرفه المي يستخدمون حق السبوح الاول في المحامل وحق شرب المي هذه قبعه من جوز الهند من جوز الهند مشاهدينا هذه الاول الاول ما عندهم قلاصات الماي عشان يشربون فيها هاي جوز الهند يستغلون الطبيعه كان ابو مبارك هذه احنا طبعا انا ويا عزام وعبد العزيز ما لحقنا عليها لكن اعتقد ان اخوي ابو صقر لحق عليها لحقت عليها ابو صقر والله امانه شربت منه ولا لا لا ما شربت منه شربت من اول ما يعني بداياتنا كان يقول في اقدم من هذه البلدي خبر البلدي يسمونها القبعه وطبعا هذه قلاص الماي الاول بس يستخدمونها حق شرب الماي وبعض اليزو اللي في المحمل والغاصه يحطون فيها اعشاب علشان يدبغون نفسهم يدبغون جسمهم من الشمس ومن الحراره في البحر وهذه لها استخدامات كثيره عند الاول عند هل البحر يسبحون فيها بعد هم يسبحون فيها هذه عزام انت طبعا تاخذها اخذها يعني من السوق اقصها بس لها مشاره خاصه مو باي مشاره تقصها حلو يعني في مشاره اذا مشاره العاديه حق الخشب تكسرها اي في مشاره خاصه هي تقصها سبحان الله وعقب تبتلي تجوفها من داخل يكون فيها من نوع ناري هو داخل جوز الهند تشيله هاي اساس الناس تستخدمها حتى ريحتها نفس ريحه الدهن مال الاول مال الشعر حق اللي يبونه من الهند نفس الريحه ما شاء الله ما شاء الله وعندنا بعد الدين الدين يمر في مراحل ابو مبارك هاي عندك الدين هاي مو البدايه هذه الدين طبعا هاي تشتغل عليها انت ويشتغل عليها عبد العزيز عبد العزيز ما شاء الله عليك هاي البدايه هني نطرقها من بهاي الطريقه عقب نشبك العين الاخيره مع الاوليه هذه العين الاخيره مع العين الاوليه نقول حق عبد العزيز عبد العزيز نفس الشغل اللي يسويه عزام تسويه انت اضيف عليه صناعه الفخاخه ها الفخاخه ما شاء الله اي الفخاخه يعني الفخ مشاهدينا طبعا معروف هي الصياده اللي تصيد الطيور والعصافير وخاصه في الموسم عندنا المدقيه والفقاق عاد بس بس عاد ما جبت وياك لا ما جبت معي ما في في لا والله ما جبت معي في الجفير لا والله لا في الجفير مشاهدينا ترى حاطين فيه اغلاط وايد مبارك من قريب اي خلي لا هون يبي لنا قرن يبي لنا لكن زين عبد العزيز ما شاء الله عليك تسوي فخاخه لو يسوون فخاخه من قرن انا الحين ما اسوي من قرن من خشب من خشب حديد حديد اللي متوفر اسوي المتوفر اي ما شاء الله عليك واسوي الدين بعد زين الفخ جربته صياد اكيد 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 ما يخطي لا ما يخطي بعدي والديين الديين هي حرفه اساسيه تعبر تقول عبد العزيز من اللي علمك؟ هو الاساس كنت ياوي صراحه ويا الوالد ايوه الوالد الله يعطيه طول العمر ان شاء الله ويعطيه العافيه هو اللي علمك وعلم عزام اي نعم كان ابوي يروح البحر يعني صدق كان عاد ما كان عاد غزول الهيال غزول الهيال ايه كان عمره تقريبا 5 سنين 6 سنين كان يعني اذا قطع الغزل يكون بيقص يعني عود فابوي تحت وانا عزام تحت هو فوق انا القط الغزل ونروب انتوا تروبون احنا نروب اي بس من اللي علمكم؟ ابوي علمني الوالد الوالد علمنا يعني بدايه ترويب الغزل المنصب المنصب والغزل شوي شوي عقب يعني يروب الغزل مشاهدينا او جزاك الله خير او احنا نقول اذا انشق الغزل لازم يصلحونه فهذا يسمونه ترويب
يروبون الغزل. ما شاء الله عليهم بداية بداية. عبد العزيز وعزام تعلموا من الوالد هذه الشغلة. في البداية كانوا يطلعون مع الوالد البحر ويروبون الغزل إذا انشق، يروبون المنصب إذا انشق، فيشتغلون. بديتوا من هالبداية. هالبداية أول شيء تعبد تقول إحنا الحين أول شيء تتعلم ربطات. الربطات إذا تعلمت الربطات راح يسهل عليك كل شيء. يسهل عليك كل شيء. عندنا إحنا لوحة ترون فيها 36 ربطة بحرية. 36 ربطة بحرية. هاللوحة كانت معنا في درب الساعي. وأكثر من واحد شافها قال يبي ياخذها. يعني لوحة فنية ما شاء الله عليها، يبينها من برا احنا. حلو. وطبعا تعرفون ان 36 ربطة. لا ما لا ما بحفظها كلها. 20. يعني قول لك 10. 10. نعم 10. بس من أهم الربطات يعني. أهم الربطات. من أهم الربطات. الربطات ايش يعني؟ العقدة حقت الغزل. حلو. وهي هي البداية يعني. انت قلت إذا عرفت الربطات عرفت المدخل. صح. هاي المفتاح. حلو. زين. وبديت في ترويب. في ترويب الغزل. وبعدين على. وبعدين كنا نروح وين حق المعارض. المعارض ما كنت أشارك. لا كنت أروح أشوف الناس إيش تسوي. وكانت عندي مباراة كاميرا. قمت أصور. تصور. أصور حركة يده. بالإضافة إلى تعليم الوالد. إي نعم. حلو. أصور حركة يده. مع الأيام طلع لي بث يعني شيء مقتطف في التلفزيون وشافني مين اللي كنت أصوره أنا. فجيت بصور مرة ثانية كان يسوي شغل ثاني. فطرد ما خلاني أصور. تاخذ مهنة. إي قال تاخذ المهنة. عرف إنك خلاص. كنت تبي تتعلم. قلت أنا خلاص الحين. يعني بدل ما يشجعك ويعلمك. لا في واحد حجي خليل أكلنا كل الاحترام والتقدير إن أبو مبارك إن أي شيء يصيدني أنا إذا في مشارة المحمل يعني أولا كنت أحد الحمام كان عنده مشاركة أخذت معي المحمل الصغير هذا على اليمين أكل الحافرة أنا هذه إيه ووديته قلت له صلح لي شو اللي أسويه شو اللي ما أسويه قال لي عاد الحفارة خلاص أوكي قال لي بس إحنا الباقي تسويها سدر تحطها خزمية وتعدل شوي هاي البداية هذه البداية هذه بداية أخونا عزام بدأ في هالقطعة عقبها تطور شوي شوي والحين ما شاء الله بنخليه بنروح فيه إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وعقب قمنا يعني فضل سبحانه تعرفنا على واحد اسمه عبد الرحمن غانم الكواري أكلنا كل الاحترام وهو اللي أعطاني المفتاح حق المعارض عبد الرحمن الله يمسيه بالخير ما يقصر ما شاء الله عليه دائما مشارك في المهرجانات وعقب وهو اللي ساعدكم اي نعم هو المفتاح حلو وعقب المفتاح عبد الرحمن فضل الله سبحانه علي الحدان المهندي منادي الذخيره كلنا كل الاحترام والتقدير وصالح بعد معهم في الاداره والحدان الله يمسك بالخير وطبعا ماسك مركز شباب الذخيره اي نعم هو اللي اعطانا الفرصه اعطانا المكان قال المكان لكم هذه الذخيره تستاهلون واللي تبغوا سووا الحمد لله فضل سبحانه نشارك باسم المركز والحمد لله رب العالمين اي شيء طلاب يعني يجون عندنا في المركز نعلمهم كل شيء عندنا طلاب يعني اقدر اقول في البدايه كانت هوايه والحين صارت مهنه وحرفه وما شاء الله فيها رزق فضل الله سبحانه الحمد لله احنا مو والله مبارك احنا ما نفكر في الرزق اول شيء احنا بس حبيت اول شيء عندنا احنا توصيل رساله يعني بقول لك توصيل رساله ايه بقول لك فكره مرات كان عندي مشاركه في وين في المدرسه الفرنسيه قعدت اشرح بالعربي يعني شو اقول لك كلها اجانب وفي طلاب يعني اكتريين فيعني عربي وهم ثقافتهم انجليزي وفرنسي مو في فرق في الكلام فقلت حق الاستاذ اذا في حد يعرف عربي ولا لا فطلع طالب عندنا من قطر هنا بس ما اذكر شو مو مشكله بس يعرف يعرف عربي ويعرف فرنسي قام يترجم لك اي قام هو كان صار حلقه الوصل بيني وبين الجمهور حلو قمت اتكلم ويشرح لهم المشاركه في مدرسه فرنسيه مدرسه فرنسيه وشافوا التراث قطر شافوا تراث قطر عبد العزيز كنت وياه؟ اكيد وما بغلط انها تكون مهنه وتكون حرفه وتكون فيها مصدر رزق وثاني يوم كان عندهم يوم مفتوح فقال لي عاد المدرس كان عندهم مدرس ما اذكر شو اسمه فقال لي عزام شو الهدف من هذا الشيء؟ شو الهدف؟ قلت له قال لي بكره في يوم مفتوح قلت له خلاص فحطيت كرسي وين بعيد عن الاغراض مالي
فجاءوا الطلاب الصغار حق المدرسة مال المدرسة عندي الأغراض عندي، وقام كل واحد يمسك شيء ويقول حق أبوه هذا شو اسمه بالعربي ويترجمه هاي وش يستخدمون الأول. حلو. قلت حق الأستاذ تعال شوف. يعني وصلت الرسالة. وصلت الرسالة. قلت الحمد لله فضل الله سبحانه. زين عبد العزيز، نبغي نشوف الديين طبعا في يدك. أبشر. ونبغي شوي شوي نشوف هاي اللمسات. هاي هاي المكسر. مع الشرح ها. هاي المكسر، هاي خيط قطن تعبر تقول، هاي المقاس العين. مقاس العين. هاي اللي في يدك الحين اللي هو حق الدين. إيه. حلو. هذه مثل ما تشوفون. الحين عزم هاي الدين اللي يسوي عبد العزيز، ايش كثر ياخذ؟ ايش كثر يعني كم ساعة كم يوم؟ الحين يعني عقب ما شاء الله ما تمكنت وصرت حريف. رابطة الدين مبارك العقدة حقت الخيط هذه اللي داخل هني لها نوعين. اي هذه الرابطة الناس عبارة كلها رابطة واحدة. اي لا هي في رابطتين. في رابطتين. في رابطتين. حلو. هذه الرابطتين في الرابطة الأولى اللي اشتغل عليها عبد العزيز أخوي الحين. ايوه. هاي أقدر أنتج من أسوي في اليوم من 10 إلى 15 واحد. ما شاء الله. ما شاء وهذا في اليوم أسوي منه 3-4 بالكثير. الرابطة الثانية الرابطة هي الثانية. أصعب وهي مرغوبة أكثر. يعني شو أقول لك مبارك؟ هو كل شيء مرغوب. بس يعني شو أقول لك الناس ما تعرف إذا قلت له عبد العزيز الكاميرا عليك ها؟ إحنا جالسين نسولف لكن الكاميرا عليك يعني الله الله في الشغل. وهاي الدين ذرا حق بصقر يعني أبشر. بيطلع هدية حق بصقر. الله يسلمك. إي جاية الموسم وبيغوص. الله الله في الشغل والله يا عمي حد يمر عليكم كذي نفس الاول وهالله الله في الشغل همه والله في 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 كتار الشيبان يون الشيبان مال الاول مال القطار هالقطار يون يقعدون عندنا الرابطه الثانيه ذي ما تعلمت الا من واحد الشيبه كان قاعد معنا قال في قال لي في له طريقه ثانيه قلت له علمني يا هبه فعلمني الطريقه وفي بعد كل سنه يسوون في مهرجان المحامل نعم يجيبون من دول الخليج لا تقول اني عرفت لا ما كل شيء لا ما انا ما اقول لا اقول لك لا أنا تقول أجهد. عرفت كل شيء اتعلم اتعلم للحين اتعلم عبد العزيز ترى احنا متابعينك ها وما شاء الله عليك أبشر. لكن خليك شغال كاميراتنا بتاخذ ارتاح خذ راحتك بالف انا صوب شيبتنا شوي قبل لا تكلمني يا ابو مبارك يعني جزاه الله خير عبد العزيز جلست معاه يمكن في درب الساعي وشفت انا احب الشغلات هذه واحب اشارك فيها لا انا بعد احبك انت وعندي شيء موضوع لك مهم قبل لا تقول هذه زين وهذا الشيء بنخليه مفاجاه حق جمهورنا لكن غير انها شفتوه في ابي واحده غير ومثل ما تقول يعني قريبه حق بصقر حق قلبك دائما بعد من ها يعني هذا شيء عباره من الماضي ما علي اسمح لي جمهوري اذا كان هذا مكرر انت تحس انها محببه حق الجمهور وجمهورنا يستاهل وجمهورنا يا اخي جمهورك يلا هذه الموالك كنت اقولها اكثر ما اقولها بس في الاخير تقول طبعا توكل واكثر ما اقولها واستنسل عليها الله يعطيهم الصحه والعافيه شيباننا لما امر انا يعني في عندنا في حق شيباننا عجايزنا واقول ذي الموال والله مساكين ساعات يبكون يعني تشوف الدمعه على عينهم يذكرهم بالماضي توكل على الله احنا ننطر عاد نار الغضب واللعن بنقص الضمير بجاي الغير يا ما شرب يا ما شرب كاس وزاد بشاي ضليت عالج جروحي كالغريق بشاي ها أنوح من فقدكم نوح الحمام الغرب أرعاب راض الفلم هايم صباح وغرب ما هي مروات ما هي مروات
تخلوني بديار الغرب أبكي على شوفكم أبكي على شوفكم ما تسمعون بجاي هذه الموالة يعني يا أبو مبارك صراحة تأثر حتى في النفس يقول ما هي مروات تخلوني بديار الغرب أبكي على شوفكم ما تسمعون بجاي يعني خص شبان الأوليين لما يكون الأول في البحر أو في اليمع في الميالس وكذا الحين ميهود مثل ما يقولون الشياب الأول ما يقولون مريض ميهود طايح بصاحي مريض يالس بروحه ما حد حواليه زين إن كان في المستشفى ولا في مكان يقول ما هي مروات تخلوني بديار الغرب أبكي على شوفكم ما تسمعون بجاي والله يقولها حق الشيبان حق العجائز اللي مرت عليهم ساعات في المستشفيات والله اقول وياها ما اقعد معاهم والله هني بكون مساكين ابدعت يا ابو صقر كالعاده ما شاء الله وهي واحنا تاكد 100% ما راح نخليك ان شاء الله وبعد لك يلس ان شاء الله مشاهدين حاضر مشاهدين الفاصل وراجعين نواصل بالكم طيب حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا بكم اللي بيروح الحرب لازم يكون عنده سلاح اللي بيروح الحرب لازم يكون عنده سلاح واللي بيروح الغوص لازم يكون عنده سلاح سلاحك الديين والحير والفطام والخبط والمفلقة هذه الأدوات والوزارة يبه أبو صقر الحير من اللي بيسويه لنا وشلون يسوونه هذا بيقول لنا اخوي عزام يا مرحبا مبارك. عزام انا شفت انت ما شاء الله عليك قلت لي وتكلمت قبل عن الدين وانك انت تسوي الدين زين الحين انت جايب وياك الحير الحير اي نعم وجايب وياك البلد بلاد نعم زين نبي شوي شوي خلني اول شيء اعطي مشاهدينا فكره بسيطه هذا الحير ينحط في ريل الغيص يحط ريله هني وينزل بحر ينزل بحر يكون الحبل مربوط هني وموجود فوق عند السيب السيب عند الحبل وهذا الحير في ريل الغيص طبعا الوزن تقريبا 5 كيلو 6 كيلو فمن يهد الحبل يروح إلين يوصل القوع يوصل تحت على طول يهد الحير ويروح يلقط المحار هذه الشغلة القديمة اللي كانوا يستخدمونها أبانا وأجدادنا أيام الغوص عزام هذا الحير في يدك اشرح لي عليه شنو هذه الحجر اللي أنت تجيبه من وين الحجر هذا مبارك أول شيء شفت النفوش مال الأول فروش نعم الحصى اللي ياخذون يبنون في البيوت يطلعونها من البحر الفروش هي طبعا اقطع من البحر وساعات تجيك لا اقطع دائريه فانا اشوف يعني اقرب شيء حق المناسب الحد المناسب الوزن المناسب والشكل اللي ما يتعبني يعني في بعض الاحيان اشوف مثلا القطعه تكون عوده اي نعم حجمها كبير شوي إذا بشتغل عليه تاخذ عندي وقت ومجهود حلو بس أنا أخذ الحجم الصغير فإنه وشو ما يبغي له شغل زيادة وتكون توصل الرسالة يعني زين الحين أنت لقيت هذه المناسبة اللي هي قطعة الحصى اللي هي من الفروش فروش البحر يبته شلون حفرته أول شيء مبارك مسمار ومطلقة البداية ما تقدر تضربها بشيء يعني دريل اوكي بيروح معه لكن يمكن 70% الى 50% يعني الحصى تخسرها
بس انه احسن الدريل يكسر يكسر اي نعم يكسر الحصى يبغي له ريشه ويبغي له خاصه ايه. حق اسمه ذي لكنه مسمار و... يعني المسمار والمضرقه هاي طريقه الاوليين اي نعم هم كانوا يستخدمون هاي الشيء انا والله ما ادري ابو مبارك حلو بس انا هاي فكرتي بس اللي قالوا لك اي نعم حلو زين عقب ما حفرت احط له الحبل هاي الحبل الحبل ما مشكله في الحبل المشكله في التركيب هذه مبارك اسهل مما يكون ها هذه اسهل شيء يعني اسهل شيء بالنسبه لك بالنسبه لي عبد العزيز سهل ذي ايه. ها عندكم الله يحفظكم إيه. لكن والله لو تعطيني انا يمكن اسبوع اخلص اياه لا والله مبارك يعني في فرق بين واحد متعلم ويعرف وواحد ما يعرفه يعني انا بعرف ان شاء الله يعني في مهرجان المحارب مبارك كان يبين حياره من برا نعم بس ما في احبال فيبوها عندي ركبت يمكن 10 ل 15 واحد ركبت لهم احبال ما شاء الله وفي بعض الشباب في الدوحه عندهم يعني عندهم حياره يستخدمون حق الغوص وانت اللي تصبغها اصبغها هي نعم هي الاصل ما تجيك مصبوغه اي اي بس انت انا الحين اصبغها يعني شكل تكون شكلها والحبل وحتى الحين تركب الحبل صحيح. وانت اللي تعضيه صحيح وتسوي له العضيه العضيه طبعا هي نقول العقد اللي مسويه او العشفات اللي يسوونها في الحبال طبعا هاي ربطه بحريه من الربطات اللي تعلمها عزام حلو هذا بالنسبه حق الحير الحير اي وفي غير الحير البلد هذا البلد يسمونه البلاد البلاد الاول يقيسون فيه عمق البحر وفي نفس الوقت القوع اللي يوصلون عليه إذا وصلوا على المكان على الهير قال يا فلان أبلد قط البلاد في البحر وشاف قال له العمق يقول له هل كذر باع طبعا وبعدين بعضهم يطالع الرملة اللي هني موجودة في قاع البلد إذا كان الطينة أو شلة يعني هي الشلة الطينة أو رملة من الطين اللي موجودة ومن الرملة يعرفون القوع هذه عبد العزيز البلاد بعد شلون تسويه ومن وين البلاد في البداية أول ما سويته قالوا لي احفر حفرة وصب الرصاص يعني هذه رصاص رصاص قال لي احفر حفرة صب الرصاص في الحفرة صبيتها ما طلع الشكل اللي أبغي ما طلع الشكل اللي تبغي إيه طلع لي بس اللهم شوي مو بلد البداية طلع لي مو بلد قلت أنا شكله هذي غريب من القلاص حلو اللهم حطيت القلاص قزاز صبيت عليه انكسر خسرت الشغل عارب قلاص وثاني ما رخيت ذا قلت خليني قلاص حديد خليت قلاص حديد حديد حلو صبيت أنا نسيت راح عن بالي أسوي هذي القلاص يعني أحفر له حق الحبل هاي ثالث محاولة ثالث محاولة رابع محاولة رابع محاولة يعني كلمته وقلت له يبا تشي السالفة قال لي خلاك يريد خضرة حطها في نص القلاص وصب رصاص خلاص صبيته بس خيطه برد بس سحبت اللي يريده وصار برد صار برد صار برد ما شاء الله عليك وعقبها ركبت الحبل هذي وسويت له العضية ومثل ما تشوف هذا هو والحين جاهز جاهز تبلد فيه البحر عقب كم محاولة؟ عقب أربع محاولات أربع محاولات أكثر بعد ما يأست لا وحاولت إلين رجعت حق الخبرة رجعت حق الوالد وقال لك شلون تسوي هذه فائدة الخبرة والواحد يستفيد بمبارك من أخوي بمبارك معاش ما قطع سالفتك إلا بالخير ذكرني يوم قال لي عن البلو يعني اللي يصب في الرمل كنا إحنا صغار الأول نحفر في ندوب الرصاص ونصبه في الرمل نسوي لنا البلود حق الحداق نسوي البلود حق الحداق حق الحداق ما شاء الله عليك اقول لك لحق على شيء احنا ما لحقنا عليه الله اكبر عبد العزيز غير البلد شو اللي سويته بعد؟ سويت البلد والديين الديين والفخ سويته والفخ؟ الفخ سويته كان عندي فخ خليك من الفخ احنا ما نبي نرجع حق الفخ نبي سوالف البحر زي تعال الخبط ما سويتوه سوينا الخبط وين ما جبتوه وياك والله يا ابو مبارك شو اقول لك عليه طلب كثير والله خذوه من عندنا من عليه طلب كثير ما شاء الله قول حق مشاهدينا شنو الخبط الخبط هو قفاز الغيس قفاز الغيس الغيس يسوونه الاول من وين يلبس وين ينحط ينحط في الصبعين
اساسنا وشو؟ اذا غاص الغيث حق المحار اذا جرح يده يطلع الدم، اذا طلع اذا ما لبسه وشال المحاره تجرح يده، اذا جرحت يده يطلع الدم. الدم من يجي حق الدم؟ القرش. ايه تحصل بعض لكن مي القرش ما عليك. مشاهدين طبعا الخف ينلبس في الاصابع وعشان المحار ما تقطع اياديهم طبعا ما نقدر نقول لكم يوم ولا يومين، شهور وهم في البحر كل يوم بيغصون من الصبح لين الليل، ما عندهم الا هل لا غفاز ولا شيء، وما عندهم الا هالخب اللي يلبسونه ولا شو يقول بصدق. انا شفت مساكين ذاك من ذاك بعد يا ابو مبارك اللي من الغيث اللي عنده ها؟ هذا هو هذا اللي احنا نقوله. يا سو شو يقول عبد العزيز؟ لما اكون في معرض شيء يجيني واحد رجال عود سولف معه يعطيه يعني انا ما اعرف كل شيء انا يعني يقول متعجب عليك تعرف يعني في العمر قليل تحصل واحد يحوي هالاشياء والمصطلحات. ما انا هاي اللي بقول لك عبد العزيز، شو اللي حببك فيها؟ شو اللي خلاك متمسك فيها؟ هالشغله ذي حب فيه صراحه. حب فيها ولا انت زين المشاركات اللي شاركتوا فيها في اليوم الوطني في درب الساعي هاي اللي هو في اليوم الوطني في المهرجانات شاركنا. اتذكر اول اول فعاليه مسكناها في الغارية. في الغارية؟ في الغارية، اخوي عزام راح كان ورشة ترويب بغزول. الحمد لله يعني اليهاق اللي كانوا معانا هناك في الورشة يجلسوا قاعدين ويبني معانا المكاسير، يبني معانا خيوط وكل شيء. اللي تعلم تعلم واللي ما تعلم بس تعلمونه. تعلموا في بعضهم يعني ما تطرد احد اذا يجي يطالعك. لا انا ما لا انا صراحة ضد اللي كان جيته مرة ثانية على أساس أنه بتعلم وطردني. أنا ضده. أنا أرحب في أي واحد وعندي طلاب يعني أنت مو بأناني؟ لا مش أناني وبتعلم. أنا أحب القيم مثل ما حبيت أنا الشيء أبي أوصله، أبي غيري يحب الشيء من يأخذ من الشيء من عندي يوصله حق الغير. شوفوا كيف بنستمر. زين سويتوا معرض خاص لكم تشاركون في المدارس والمهرجانات في احنا مشاركات يعني مشاركاتنا في اي مهرجان يصير في مدرسه شاركنا طلبوا علي فرقه المحار حي كان اتذكر يوم اشتى محار ما عندي في اليوم الوطني هالعمانيون عندي يعني يبون مثلا يبون الدين يبون حير اعطيهم عاد انا ما اخذ فلوس اغايضهم يبون لك خشه محار واخذوا اللي تبونه يقول لك خشه محار يبون لك خشه محار هاي حق مهرجان المحامد حق مهرجان؟ اي نعم المحاور اخلي الخيش ما بلقها حطها في الفريزر مثلا يطلبوا علي روضه مدرسه يبون يعني شيء يعني الحين تفلقها انا صراحه يوم اشتا ما اقدر اجيب لكم لكن عندي في البيت طلع لها من الثلاجه شوي ودي افلق لها حلو مرات احصل يعني الحين الحين موجود في موجود في الفريزر موجود لان الحين يوم اشتا ما ينقص زين اذا قلت عبد العزيز نتكلم بشكل تجاري، انتم مستفيدين من هالحرفه؟ اكيد اي الحمد لله الحمد لله هي هوايه وهي مدخول مشاهدينا يعني انا حضرت كذا مهرجان وحضرت في كذا مدرسه لقيت عبد العزيز وعزام موجودين والحمد لله كانت هذه الفعاليه موجوده واخذت ردود الافعال من المدارس اللي يروحون لها ما شاء الله يروحون حق الروضة يروحون حق المدارس الابتدائية الإعدادية يشاركون في جامعة قطر يشاركون نعم. في المحافل اللي تصير عندنا في قطر فما شاء الله مشاركاتهم فعالة هم موجودين متعاونين كل سنة يشاركون وياي في درب الساعي الله يحفظكم ويحفظهم ما شاء الله عليهم يشتغلون نشيطين مخلصين في عملهم الحرف اللي يبونه كلها قديمة وحلوة والزين فيهم أنهم يتفاعلون مع الأطفال يتفاعلون مع الجمهور ويشتغلون لك على الشغل اللي أنت تبغيه هذه إذا قلت عزام يعني تقدر تقول لي شهرياً تستفيد من هذه كم؟ والله يا ابو مبارك ساعة تقريبا على حسب ولا لا تقول لي كم قول لي بس
يعني ابغيك شوف مبارك يعني من اليوم الوطني من بعد درب الساعي الى اليوم مشاركتين. ومشاركات تزيد في رمضان تحصل مشاركه وعندك من بدايه شهر 10 تبتدي فعاليات اليوم الوطني تبتدي من شهر 10 الى شهر 12 بعد يوم الوطني خلاص توقف. لكن هاي الثلاث شهور تعب تقول معظم مدارس الدوحه يطلبوني. زين انا مشاهدين اللي انا كنت بوصله يعني بوصل الرساله ان هذه الحرفه هي حرفه وهي هوايه طبعا هي في نفس الوقت يعني اللهم لك الحمد رزق صحيح فاصبحت حرفه وفي نفس الوقت هوايه ومصدر رزق ويستفيدون منها. ما بغلط انك تتعلم وخاصه اذا انت حاب هالشيء بالعكس تعال سولي في البر او سولي في البحر وارجع حق الماضي موجود. عبد العزيز انا ابغي منك رساله حق الشباب اللي طالعونك واخوانك طبعا اللي ما يعني اقول لك ما يعرفون حق هاي الشيء رسالتك لهم. رسالتي لهم يعني حق يعني بالذات الشباب اللي في عمرنا تمسكوا في هالشيء. بيجي اليوم يعني يسألك ولدك يبا هذه شنو؟ بتقول له هذه يعني تقول له باسكت مثلا الناس يقولون له باسكت يعني كذي مثلا دين قال باسكت أو سلة سلة اسم ناس يقولون كذي أشياء مرات علي في لا أنا أعدل لك لا يبا هاي اسم الدين لازم تتعلمون هالأشياء مصطلحات لازم تتعلمون هذه الأشياء مصطلحات بالذات المسميات المسميات مثل الافطام الدين اللحيه هاي الاشياء الاساسيه حلوه يعني لا تنسونها لان راح تبقى بيض الله وجهك عمر التاريخ بيض الله وجهك عزام ما اكتشف بالخير رسالتك انت رسالتي انا ابو مبارك أيوة. المحامل المحمل 860 اسم صح ولا لا؟ نعم والمحامل اسامي الحين اي مثلا جاونا وفد من برا نقول له هذه وشو؟ بانوش صح ولا؟ نعم نطلق عليه احنا كلنا نشوف وشو؟ بونيش لكن كل بانوش له اسم جالبوت مبوك الكوتيه كل شيء له اسم احنا نبغي نوصل هالمعلومه حق الشباب وحق الجيل ولا ينسون هذه الاسامي ما ابغي باكر يقول لك والله مركبكم البحر يقولون سفينه وناس يقولون محمل وخاصه بعد بمباك عندنا احنا شيء ثاني بعد عده الطواش هاي يعني إذا روح مدرسة عدة الطواش مشاهدينا طبعاً هو الصندوق اللي فيه اللولو واللي فيه الميزان وفيه هذه كلها هذه ناخذها وديها مدارس هاي كل قطعة لها اسم يعني دارج عامي عندنا تعجبني بيض الله وياك يا عزام وسوالفك طبعاً حلوة وهذه نصيحتك ورسالتك إن شاء الله بتوصل يا مرحبا ما بقول لك نصيحتك ولا أبي أسمع شيء من خاطرك حق مشاهدينك واللي يحبونك وحق أخوك بمبارك والله أنت والمشاهدين تستاهلون كل الخير الله يرحمه يا بمبارك وصراحة قناة الريان تستاهل كل الخير بيض الله وجهك وجهك أبيض توكل الله هو يا مال يا مال يا مال يا من طحن خاطري يا من طحن خاطري طحن الشعير بالصخر ودموع عيني نبت من هالعشب بالصخر أولا ننقش ذهب اي والله واليوم انا انقش صخر ها هذا من الله احب حبيبي صابني امسي وانا اصبح وانا بالهوى صابني ها صابكم صابني بير انشرب فيه
هو يا مال بير انشرب فيه حبيبي لا ترمي ببطنه صخر آه. سلامتكم بيض الله وياك ما قصرت والوعد الأسبوع الجاي إن الله جعلنا من الحيين أخوي بصقر يا هلا عزام سبيعي الله يعطيك العافية وأتمنى الله. أنك ما تترك هذه المهنة عبد العزيز سبيعي بيض الله وياك ما قصرت ومثل ما قلت حق أخوك أقول لك حافظوا على هذه الحرفة وهاي المهنة والله يرزقكم ويوفقكم إن شاء الله مشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا الوعد الأسبوع الجاي إن الله جعلنا من الحيين مع السلامة ها 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 ها